تبذل الدولة جهودا كبيرة لدعم قطاع التعليم ومواكبة الأساليب الحديثة. وتأتي في هذا الإطار جامعة بني سويف التكنولوجية التي تعد واحدة من أولى ثلاث جامعات تكنولوجية تم إنشاؤها لإعداد الشباب لسوق العمل. جهود حثيثة تقوم بها الدولة لدعم قطاع التعليم ومواكبة الأساليب الحديثة والتكنولوجية، وفي هذا الإطار تأتي جامعة بني سويف واحدة من أولى ثلاث جامعات تكنولوجية تم إنشاؤها والأولى في الصعيد، والتي تعد امتداداً لمسار طلاب التعليم الفني. تعتبر جامعة بني سويف التكنولوجية إحدى ثلاث جامعات تم إنشاؤها في ودخلت الخدمة في عام 2019 كمرحلة أولى للجامعات التكنولوجية. جاري العمل ومن المخطط أن ينضم سبع جامعات أخرى جديدة في مجال الجامعات التكنولوجية في العام الدراسي الجديد 2022-2023. فجامعة بني سويف تتميز بأنها لها شراكة دولية وفيها تعاون دولي مع كوريا الجنوبية، والجامعة حصلت في الفترة الأخيرة على برامج بها حصل على الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية من هيئة إيبك الخاصة باعتماد البرامج الهندسية. وطبعا زي ما هو ممكن يبقى معروف أن الاعتماد والجودة الدولية بتساهم في توفير إمكانية للخريج أن هو يكمل دراسته في الخارج أو أن هو يعمل في الخارج. وحصلت الجامعة على اعتماد البرامج من الهيئة المسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد بدولة كوريا الجنوبية، لتصبح بذلك أول جامعة تكنولوجية في مصر والمنطقة تحصل على هذه النوعية من الاعتماد الدولي. أنا طالب في الجامعة التكنولوجية قسم ميكاترونيكس. أنا كنت خريج معهد فن صناعي ودخلت كلية تكنولوجية، لقيت الدولة بتتجه للتكنولوجيا أكتر. أنا لما جيت هنا الجامعة التكنولوجية قدمت فيها لأن أنا شفت فيها مستقبل، شفت إن هي هتقدم لي الحاجة اللي هتوفر لي بعد كده شغل في سوق العمل بره، حاجة جديدة، حاجة مش موجودة كتير، ليها مستقبل. هذا وتضم جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها خمسة برامج من أهمها تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الأطراف الصناعية. أنا طالب في الجامعة التكنولوجية، خلصت ثانوية عامة وجيت على الجامعة هنا بسبب دعم الدولة للجامعة هنا، وكانت أول جامعة يعتبر في الصعيد اللي هي تدعم بالشكل ده، دعم فني والتدريب العملي، تدريبات صيفية دايما في الشركات، وإزاي أنا هنزل أتدرب في الشركات، سوق العمل إزاي ومتطلباته. وتقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات.